يا اهلا يا اهلا معالي الوزير، حمد لله على السلامه. عايز اسال حضرتك احساسك ايه او اخبارك ايه بعد المغامره اللي حضرتك عملتها؟ مبسوط جدا وفرحان بالمغامره، لان ما كنتش اتخيل ان انا افكر اعملها في الحياه، ما كانتش في دماغي. لكن ياسمين كانت يعني بتزن عليا بقالها فتره، فالنهارده كان في جزء اجتماعي لينا احنا الثلاثه يعني، وانا حابب ده قوي. جانب الاخر مغامره كويسه واحساس لغايه دلوقتي، يعني انا لسه بسترجع هذا الاحساس لغايه دلوقتي. يعني ياسمين كان نفسك تجربيها من زمان، احساسك ايه بقى دلوقتي؟ مبسوطه مش مصدقه اصلا، يعني عماله احاول افكر هو احنا بجد عملنا كده ولا حصل ايه في الشويه اللي فاتوا دول. وانت يا مصطفى احساسك ايه؟ دي حاجه انا كان نفسي اعملها بقالي كتير جدا طبعا، بعد واحنا لحظه النطه دي كانت لحظه صدمه، الموضوع عدى في ثانيه. بقعد افكر في الموضوع دلوقتي، هو الموضوع يعني من احسن اللحظات اللي مرت عليا. قبل ما نكمل كلامنا خلونا نسمع الفويس نوت اللي انتوا سجلتوها. حاضر. انا طبعا مبسوط ان ياسمين ومصطفى معايا، بس المره دي احنا الثلاثه. انا مبسوط جدا من حيث المبدا، ما عنديش يعني درجه من الخوف، بس ما اعرفش شعوري هناك ايه بصراحه يعني. وبعدين ركوب الطياره حاجه، ولما هبقى فوق وهننزل برضه مش عارف اوصف الموضوع، بس فرحان جدا ان هقوم بالمغامره ديت، وان احنا بنقول للشباب يلا. يعني احنا بنعمل يلا كامب وبنعمل كامبات ونشجع الشباب المصري. النهارده هنشجعهم على حاجه، بعد ما اخلص بقى هقول الموضوع ايه، مش عارف اقول دلوقتي. على ارض العاصمه الجديده، مدينه اولمبيه عالميه، مفيش افضل من حضرتك تكلمنا عن المشروع العملاق ده. هو بس الاول انا شفت العاصمه الاداريه من فوق، الحي الحكومي، شفت المدينه الرياضيه الثانيه بتاعتنا اللي هي اصبحت مشروع النادي، شفت الايقونه واعلى ارتفاع في افريقيا والابراج اللي موجوده. وبعدين الحاجه العظيمه جدا 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 عشان مجالنا هي مدينه مصر الاولمبيه اللي احنا فيها، حاجه نفتخر بيها جدا جدا جدا. وان احنا سكاي دايفنج من ضمن الحاجات اللي موجوده بتوري مصر وبتوري العالم احنا مصر. ده اللي اقدر اقوله. يعني احنا كده خلصنا اسئلتنا، يا رب تكونوا انبسطتوا النهارده بالمغامره، وطبعا كنا مبسوطين جدا جدا ان انتوا كنتوا معانا. لا بس قبل ما تمشي لازم نقول سكاي دايف متشكرين، ده كلام. لا احنا وين كمان نتعاون ونعمم التجربه زي ما بنعمل رحله الشباب مع وزاره النقل اعرف بلدك، زي ما بنعمل دراجتك صحتك ودخلك. ان شاء الله نعمل حاجه هنفكر فيها عشان نتاحها للشباب والأسر الفترات القادمة. يلا بينا بقى دلوقتي سيلفي من المدينة الأولمبية.